واحد بيقول الصليب عندي هو الذي تم عليه صلب المسيح، لكن هل إشارة الصليب لها قوة وإخراج الشياطين وعمل معجزات وما عقدت الكنيسة من جهة صليب؟ خايف يكون نظرتي للصليب تختلف عن عقدت الكنيسة. لا ما تخافش، هو في الحقيقة قوة الصليب بتأتي من الإيمان، من الإيمان بالصليب. ولذلك في واحد يرشم الصليب بقوة تخرج الشياطين، وواحد يرشم الصليب ويشعر أنه ما استفادش حاجة. فأهم حاجة في قوة الصليب إيمانك أنت بقوة الصليب، إيمانك بقوته. دي أول نقطة. تاني نقطة، إن كنت أنت مش شاعر بقوة الصليب، الشياطين بيشعروا بقوته لما يشوفوه بيخاف. لكن على أي الحالات الإيمان بقوة الصليب هو الذي يعطي القوة. يعني لما تكون أنت شاعر أنك لما ترشم الصليب مش يجرى لك حاجة، فعلا بهذا الإيمان ما يجرى لكش حاجة.